دينا منرحب فيكم من جديد وبختام فقراتنا لليوم من دبي. هذا الصباح رح نحكي عن الكوفي تيبلز أو طاولات القهوة يلي تعتبر إذا بدك قطعة مركزية بغرف المعيشة، هي من قطع الأساس الأساسية يلي قاعدين حولها نجتمع نشرب فنجان قهوة ندردش، وطبعا قدرة تعكس ذوق أصحاب البيت أو صاحبة البيت من خلال قطع الديكور يلي متوزعون عليها. كل شخص له خلينا نقول ذوق أو طريقة بيحلس كوب القهوة تبعه. في ناس بتحب تحتسي القهوة ربما على البلكون مع إطلالة طبيعية، في ناس بتحب تبدأ يومها بفنجان قهوة مع أغنية لفيروز. كيف يحب مهران أن يشرب قهوته؟ سؤال حلو. لا تنهيدي لحالة جواب. أنا بسبب سرعة الحياة قهوتي بتكون جنبي بالسيارة وأنا في طريقي إلى العمل، وبعطلة نهاية الأسبوع كمان بالسيارة بس في طريقي إلى نزهة من العمل. مشاهدينا طبعا نحن رح نحكي أكثر عن الديكورات يلي فيها طابع شرقي عربي، وكيف قادرين أصحاب المنازل يدخلوا هالقطع حتى لو كان منزلهم يعتبر بينتمي لحقبة الديكور الحديث أو المعاصر. كيفية اختيار طاولات القهوة والديكورات المصاحبة رح نحكي عنها أكثر مع ضيفتنا لليوم السيدة رولا عبد الحميد، حضرتك مصممة داخلية. صباح الخير. صباح النور. أهلا. أو قبل ما نحكي عن الديكور، قهوتك الصبح كيف تاخديها؟ زي مهران. مثل مهران يعني بتاخديها مثلا أنت على عجلة؟ على عجلة. أظن الكل زي ما قال مهران كلنا معجوقين وكلنا بسرعة، بس حلو أنه الواحد يصحى على منظر حلو. صحيح. يعني فأول شيء حتشوفيه لما تفوتي على البيت شو بتشوفي؟ هي الطاولة. لأنه وين ما تكوني حتلاقي في طاولة بالنص، هي اللي حتى وانت طالعة وانت فايتة إذا قاعدة مع ناس، فهي دائما الطاولة تكون حلوة. حلو. طيب لماذا تعتبر طاولة القهوة قطعة مركزية بغرفة زي هلا نحن قاعدين وحوالينا الطاولة؟ صحيح. فهي دائما بتجيب الاحاديث بتقعدي عليها بتحطي شيء بهاي. هلا كثير حلو انه الطاوله تكون انه حلوه مرتبه أكيد. بس كمان تكون practical عمليه. انا هون كنت بدي اسالك سيده رولا، هل اختار الطاوله والديكورات العاليه للشيء اللي بيريحني ولا الشيء الجميل فقط او الترند؟ لا انا ترند ما بحب الواحد يمشي مع الترند، فاكثر يكون هي practical وتكون لها شيء مميز. يعني مش ضروري نلحق كل شيء عم بينعمل، بس انه شيء يكون بيحكي أكثر عن البيت. نعم. بيطلع في ميكس بالأشياء اللي بالبيت، جو البيت أحلى. طيب طاولات القهوة أنواع، يعني إحنا أمامنا بالاستوديو في كأنه نستنج تيبل أو طاولتين بيكونوا متناسقين مع بعضهم. عندك الطاولة المستطيلة، الطاولة المربعة، الطاولة اللي بتكون مفترض بطابقين أو مستويين. كيفية اختيار الطاولة حتى تناسب المساحة يلي رح تنوجد فيها؟ هلأ هي حسب أنه بس هي إذا كتير كبير مثلا مربع أحلى، إذا في شيء هيك مدور أحلى تكون، فهي حسب العفش اللي حواليها. نعم. إذا قال شيب مثلا مربعة أحلى أو مدورة، مش مستطيلة. لا أوكي. وبعدين كيف بتترتب الطاولة، هي اللي حلو أنه مثلا إذا طاولة مدورة والواحد مش كتير متأكد كيف يعملها يحط عليها شيء مدور. يعني دائما الديكور عكس الطاولة؟ لا زي الطاولة. يعني إذا مستطيل بنحط مستطيل، إذا دائرة نستعملها حتى يكون في هيك انسياب نظري بالنظر. صح؟ فكتير أوكي. أسهل نمرة الواحد بيكون متلبك. طبعا عندي بالذات بالطاولة المدورة الواحد ما بيعرف كيف يزبطها، في أسهل شيء يحط عليها شيء مدور إذا محتاج. مثل الأمور اللي حضرتك اليوم جايبها معك على الاستوديو. طيب. طبعا اللي بيشرب قهوة هو صاحب مزاج، خاصة هيك بمزمز عليه، مو مثلي أنا وأنت سيدة رولا، معلش مثل الجرازيلا. شو الأشياء اللي ممكن نحطها على الطاولة بتعطينا هيك إحساس جميل وببداية يوم مصاحب لفنجان القهوة تبعنا؟ بحضرتك جايبة بعض العينات حكينا بالضبط. هلا هولي مثلا أنا بلاقي هول إشي لأنه فيهم طابع شوي عربي، فحلو يكون هيك إشي محطوطين ببيت كتير مودرن، فبيعمل شوية روح كونتراست تضارب فبيطلع أحلى. فهلأ مثلا زي هول هاي المسبحة الكبيرة لحالة، إذا على طاولة لحالة ما بدأ شيء معه، يمكن كتابين جنبها وهي هي. والواحد كمان ما كتير يعجق الطاولة، ينقي بس إشياء صغيرة بس إلى معنى أحلى. نعم. فزي هول مثلا كل قطعة فيهم في إلى إشي مميز فيها، مش ضروري نحطه كلهم مع بعض، بس واحدة منهم تعطي إفكت. شيء مثلا هاي الشيء المطولة هاي للشمع، شمعدان صغير. شمعدان. طيب عندي سؤال، حضرتك كل الأغراض يلي اخترتيها أو اخترت تجيبيها اليوم معك على الاستوديو من الروحية نفسها، يعني كلها بتحسي فيها طابع عربي شرقي،
هل هالأمر نحن لازم نطبقه لما نقرر نزين الطاولة ولا قادرين نجمع عناصر من توجهات مختلفة؟ لا هي أحلى أنه تتخلط. أوكي. أنه أحلى الواحد يأخذ كتير هيك شيء يحطه مع إشي كتير كتير مودرن. نعم. فبيكون في interesting بتكون interesting مثيرة أكتر للاهتمام. بالضبط. بس إنه كله من نفس الروح بيصفي في هيك بهتين بالموضوع. بتحسي شوية هيك في رتابة وما كل العناصر بتشبه بعضها. كتير بحب لما بيكون في هيك عنصر بتحسيه لحاله. بتعرف بالزبط. intruder أو دخيل بيلفت النظر وأوقات ممكن يكون بداية حتى الواحد الزوار يفتح حديث إنه القطعة مش متلائمة مع غيره. وبعدين حلو الواحد لما يسافر يجيب شيء من البلد اللي راح عليها أو شيء من 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 بيت يعني من بيوت الجد الست سوفينير أو سوفينير إنه يكون له معنى كمان مش إنه كل شيء جديد دائما فحلو هيك يخلط. لا هو اللي مثلا لا ما بينحطوا كلهم مع بعض أكيد بياخد واحد شيء وبيخلطوا مع أشياء كتير مودرن مع أشياء مع كتب مثلا بس كتب بهمه. أوكي. يعني هلأ في ترند طالع الكتب نفسها عم تنشرها عم تنحط نفسها بكل صورة إن كان على إنستغرام على بنترست طبعا بما أنه إحنا نعمل ديكور المنازل منتابع حتى يكون عنا مود بورد أو وحي مصدر للوحي. بالفعل كأنه في كتب هي نفسها عم بتدور أو كل فترة والتانية في كتب جديدة بتبرز لازم نختار القصص اللي بتعنينا. أنا هيك بقول يعني أحلى لأنه إذا الواحد ماشي مع الترند ما بعد شوي حيروحوا فالواحد حلو يجيب شيء هو بيكون بهمه فزي ما حضرتك قلت انه مثلا لما يجوا يحكوا بتحكي على الكتاب في شيء قصه تحكي عليها بس اذا كتاب ما له معنى لك ما حتحكي عنه. بدي اسالك سؤال هيك شوي غريب الطاولات الازاز هاي شو رايك فيها؟ انا مش كتير بحبها. في كتير اشخاص ما بيقبلها فعلا ولكن هي موجوده هي موجوده بس بحسها بتطبع بحسها لازم تنظيفها صعب لازم دائما عليها اثار وبعدين خطره بعض الشيء لا يعني لا ما بقى وبعدين بحسها حلو الواحد زي هلا مثلا في لون في انكر في شيء ثابت الازاز بحسه شوي فلوتينج ما له. بتحب الطاوله الزجاجيه؟ انا قلت لك انا يا دوب سياره طيب العديد من الاشخاص لما بيسعوا لتزيين طاولات القهوه بيكون عندهم بعض هيك التساؤلات حول ارتفاع الاغراض يلي موضوعه على الطاوله وفي أيضا عندنا تقنية اللي بيقولوا لك إن ثري يعني دائما الأمور تكون مجتمعة كل ثلاث قصص مع بعضهم. نحكي كيف منجمع القصص أو القطع قطع الديكور والارتفاع تبع الأغراض. هو أشي شوف هي لما بيقولوا إن ثريز وهاي الأشياء اللي كتير بيعملوها بس أنا بحس الواحد هاي الأشياء معمولة لما تنعمل anyway. إنه حلو الواحد ما يعملها لأنه الكل عم بيعملها فشوي يغير فيها إنه صح بيقولوا بثلاثة بس يمكن أمرار شغلتين أو شغلة واحدة على الطاولة يكون أحلى فمش بالضرورة تنعمل هيك بحس حسب الطاولة حسب المساحة إذا بدك البيت كتير رايق ما تحطي كتير غراض شغلة شغلتين وبزيادة أي شيء طويل أحلى يكون على الطاولة اللي أعلى أوكي أو اللي أقصر على الطاولة الصغيرة إذا هني طاولتين نستد أوكي. زي هون مثلا إذا العلبة محطوطة هون أحلى المطول أحلى اللي فوق دايما. خلينا بس ما نرهق جيوب أزواج السيدات الموجودات واللي عم يتابعونا هلا كيف بنصائح صغيرة نقدر نعمل طاولة قهوة من المنزل من البيت بأشياء بسيطة خفيفة وبإجازة صغيرة حسب شو في بالبيت يعني الواحد دائما قبل ما يشتري اي شيء انا دائما بقول يشوف شو عنده يعني بكل بيت في كتاب مثلا بكل مثلاً. بيت في شمعة بالضبط صينية بقى هي حسب الطاولة يعني هلا مثلا اذا طاولة مربعة الواحد بيقسمها أربعة وبيحط بكل بارت منها شغلة ممكن كتاب ممكن صحن مدور له معنى وممكن واحدة تضل فاضية وشمعة دنات واحدة فمش ضروري كتير نعجق الطاولة مش ضروري نستعملها كلها لأنه بساطة حلوة كمان بساطة حلوة جميل. رولا عبد الحميد مصممة داخلية شكرا جزيلا لوجودك معنا وشكرا للنصائح على أمل تكون استفادت منها سواء ربات المنزل أو أصحاب المنازل طبعا حتى ما يغضبوا علي السيدات المشاهدات تصحيح بسيط أنه ما ضروري نكون عم نرهق جيوب الأزواج لأنه خاصة بعصرنا الحالي السيدات عاملات ومشاركات بكل تأكيد لهم مشاهدينا منكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم راح نروح نحتسي قهوة أنا وغرازيل عزمنا مع ضيفتنا اليوم ونتقابل إن شاء الله يوم الاثنين إذا الله راد يوم الاثنين مشاهدينا نتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع ممتعة إن شاء الله تكونوا أمضيتوا برفقتنا ساعة ونص أيضا ممتعة إلى اللقاء إلى اللقاء.